بسم الله. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله جبت لكم قلب اللوز اقتصادي 100% وخاصه للمبتدئات، ناجح باذن الله تعالى من اول يوم تجربه. اذا هنا راح نسبقوا في الشربات، راح ندير زوج كيسان تاع السكر، نخليهم فوق النار حتى نوين نحرقهم شويه برك ونحيهم. شوفوا نوري لكم هنا كيفاش يولوا. شوفوا هنا شويه برك نحيتو، راح نزيد عليهم 4 كيسان تاع الماء، والكاس اللي نبداو به نكملوا به. شوفوا هنا درت 4، انتم من يعني لازم ديروا 4.5 باش ما تخرج لكمش حلوه بزاف. هنا راح نخليهم فوق النار حتى نوين اغلات، حسبت له 15 دقيقه وطفيت عليه، وراح نزيد نص كاس نتاع ماء زهر، وهنا للامانه زدت له شويه برك نتاع لاسيد سيتريك. هنا شوفوا هنايا الدشيشه، حبيت نوريها لكم، هي دشيشه ماشي خشينه بزاف رقيقه، هذيك الدشيشه اللي نديروا بها المقروط، لازم تغربلوها وتنحو لها كامل هذاك الرقيق كامل، تنحوه له وتخلو غير شويه هذاك الخشين من الفوق. هنا راح هنا عندي سنيوه الابعاد نتاعها 20 على 20، كيلت بهذا الكاس، قلت لكم لازم نكملوا به 4 كيسان تاع الدشيشه. ها شوفوا هنايا راح نكيل ونشوف، يعني تجيكم هنا سوا سوا. راح نفرغها في الجفنه وندير عليها زوج كيسان تاع السكر، زوج كيسان تاع السكر هكذا. شوفوا هنايا رايحه نبسس فيه. شوفوا هنايا نهار الاول نخلط غير هكا بيديا، هنا راح نلاحظ اني راح نشوفوا هنايا راني نشوف السكر والدشيشه ما تخلطوش مليح. انا راح ندير شويه تاع الملح ونزيد شويه تاع لافاني ونبسس فيه هكا، نبسس مليح مليح حتى نوين السكر والدشيشه يتجانسوا مع بعض. كاينين اللي يقولوا لكم باللي ما كانش من هاد الدشيشه والسكر ما يتجانسوش، انا نقول وي سي يتجانسوا. على كل ما نخلط هكا، خلطته 5 دقائق. شوفوا هنايا طفيت ورحت نبسس فيه وحدي حتى وليت وريت لكم. شوفوا هنايا الدشيشه والسكر ما راهش يبان. شوفوا هنايا عندي نص كاس نتاع الماء، راح نزيد له نص كاس نتاع ماء زهر ونشمخ فيه غير بشويه قطرات برك، ونخلط نخلط غير بالاصابع نتاع اليد. شوفوا راني نوري لكم ونقول لكم باللي خلطوا باصابع نتاع اليد. راني نخاطب المبتدئات اللي قالوا لي ديروا ديري لي ديري لنا قلب اللوز، راحت لي ديروا قلب اللوز، ديري لنا قلب اللوز، وراني ندير في القلب اللوز نتاع قلب اللوز للمبتدئات. شوفوا هنايا راني نخلط غير بالاصابع نتاع اليد وندير قطرات من هذاك الماء الممزوج بماء الزهر. كما قلت لكم السر الاول والاخير هو تبساس مليح مليح بالسكر، السكر والدشيشه لازم نخلطوه مليح مليح. راني ناكد ونعاود لازم نخلط السكر والدشيشه مليح. شوفوا هنايا راني غير نشمخ فيه. شوفوا كاين دشيشه اللي تشرب وكاين دشيشه اللي ما تشربش. هنا على ما اظن انها انا نحبس ونشوف، نغطيها ونخليها 4 ساعات على الاقل، 4 ساعات من بعد نولي حتى وين تشوفوا. شوفوا هنايا انا شفت هذاك السكر والماء، يعني السكر ذاب كامل وساح كامل في الجفنه، من بعد زدت له هذاك شويه نتاع الماء، وراني نفرغ في سنيوه. الفرن راه مشعول وسنيوه درت لها شويه تاع الزيت، وراني نفرغ كامل هذاك الخليط. وما لازمش يعني على بالكم كي ديروها في داخل سنيوه ما لازمش نضغط عليها بالاصابع باليد ولا باي اداه، غير بالعقل بالاصابع نتاع اليد ونحركها هكذا، نحركو مليح هكذا غير بالاصابع نتاع اليد هكذا. من بعد ناخذ مغرف بالظهر نتاع المغرف، غير نسوي هذاك برك من الفوق برك، ما نلحقش لتحت، ما نلحقش يعني نضغط عليها سينو تخرج لكم معجنه. وفيما يخص اللوز انا حطيته في الماء، ملي بديت وانا حطيته في الماء يتشمخ باش كي نديرو داخل الفرن ما يتحرقليش.
هنا راح نقطع كيما حبيتو، قطعوه كبيرة وقطعوا تقطيع كبير ولا صغير، الاختيار يعود لكم. هنا جبت مغرف كبيرة نتاع الزبدة ولا نتاع السمن، رايحة ندهن كامل الوجه نتاع القلب اللوز نتاعي باش يعطينا الاحمرار الجيد، والفرن يكون مشعول درجة 180 درجة. هنا لازم تعطولو الفرن لازم يشعل قوي باش ما تخرج لكمش يابسة. وهنا كي نديروها داخل الفرن كي نشوفوا برك بدات تحمرنا ونشموا ريحه نتاع القلب اللوز بدا يطيب، والجوانب نشوفوهم كامل حموره، لازم يكونوا كحوله يعني يروحوا يميلوا البنيين باش نشعلوا له من الفوق. ولا شعلنا له من الفوق لازم نكونوا نعسوا فيه لسينو يتحرق لنا. شوفوا هنايا لازم يطيب مليح، راح نديها ونطيبها. شوفوا هنا بعد ما طابت لي ما تقدروش نقولوا شحال. شوفوا هنايا كي تسمعوا هذاك الصوت نتاع انا يعجبني هذاك الصوت، كي تسمعوا له عرفوا بلي قلب اللوز نتاعكم ناجح. شوفوا راني نفرغ هكا وهو يشرب فيه. وهنايا راح نديه داخل هو راه سخون، راه انا نزيد له شويه هكذا، ومن بعد نديه لداخل الفرن وهو مطافي وندخلو لداخل ونخليه على الاقل زوج دقائق برك، ونولي ليه ونكمل له هذيك الشربات. لازم نديرها كامل الشربات هذيك اللي درناها. هنا درت الشربات كامل، ومن بعد خليته ليله كامله داخل الفرن وغطيته. الغدوه هذيك كي نوض قسمت لكم الحبه ونشوفوها لداخل مع بعض، شوفوا كيفاش خرج. صدقوني خرج واحد لوغو لا ما قدرش كيفاش نعبر لكم كيفاش خرج، باسكو علاش الشيشه الرقيقه ما تخرجش كيما الشيشه هذيك الخشينه بزاف بزاف، يعني عنده واحد الخفه عطاتني واحد الجو كيما هذاك تاع الكراميل اللي تباع. انا يعني ماشي انا ما على باليش يعجبني هذاك الرقيق، باسكو كي تاكليه ما يضركش يعني رائع لي ستومات تاعك اروع مما يكون. اون ديريك ليتي يعني حاجه مخالفه على قلب اللوز. شوفوا القوام نتاعو الداخل كيفاش داير، كي نقسم يعني كيفاش يخرج الطري ومرمل ومشم في الداخل القلب وطاب ورائع، عنده واحد الكو رائع رائع. اذا ان شاء الله تجربوه للمبتدئات وخاصه يعني الحاضره المبتدئات ان شاء الله تحبوا فيها اخرى. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله ورحمه الله ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه خاصه المبتدئات. الله تعالى وبركاته، دمتم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.